بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم من جديد. نحن في شرح مقرر التحكم الآلي الأوتوماتيك كنترول، ونحن في الشابتر 3 Performance of Feedback Control System. في هذه الشريحة سنقدم الـ First Order System with Delays، يعني الـ First Order System مع تأخير في الزمن. كنا تكلمنا على الـ First Order System، هذا هو الحال بس، يعني K تقسيم TS plus 1 لوحدها بس هي الـ First Order System. إذا كانت Time هذه الكمية يصبح my first order system، يصبح يسمى first order system with delay. هذا التي دي اللي موجود في الأس، يعني هو نسميها the delay time. فرضا عندي هذا النظام with delay k تقسيم ts plus 1، هذا ال first order system العادي، لكن إذا ضربناه في e minus st std td مع بعض، هذه يعني التي دي مع بعض هي delay time. If we want to plot the response of this system with delay, it will be like this. يعني عندي تأخير في الزمن، هذا التي دي نسميه، هذا التي دي، ثم الباقي يعني هو تقريبا مثل ال first order system الذي كنا تكلمنا عنه في الشرائح السابقة. بالنسبة لهذه النقاط المتقطعة هي اليونت ستيب او الانبوت، وبالنسبه للكيرف اللي بالاحمر هي ذا ستيب ريسبونس ويث ديلي. ذيس تايم نسميها ذا ديلي تايم. انذر اكزامبل ويث نمبر، اف اي هاف كي ايكوال تو 10 اند ذا تايم كونستنت تي ايكوال تو 3 اند ذا تايم تي دي، يعني او زمن التاخير هو 2 سكند، ماين 2 سكند هو تي دي. If we want to plot this response or the response of this system, هذا transfer function يعني معطي في الS domain, first we should find Laplace inverse of this system. After I can get my function C of t. If I want to plot C of t, it will be like this. هذا هو time delay td تساوي 2 second. ثم الباقي يعني هو تقريبا الـ First Order System. يعني هنا بطبيعة الحال if t become يعني very big، يعني td 2 هذه فرضا مكان الاثنين عندي مثلا 1000، تصبح الـ e minus 1000 تصبح تقريبا 1، يعني يصبح الـ First Order System مضروبا في 1، وهو الفيرست اوردر سيستم. هذا الكي بطبيعه الحال ايكوال تو 10، عندي الجين اند ذا ديلي ايكوال تو 2 سكند اند ذا تايم كونستنت از ايكوال تو 3 سكند. This is some slides for the first order system with delay. Thank you.